مليون و105 مليون و250 ألف نسمة. الرقم مظبوط ولا مش مظبوط؟ احنا هنتأكد حالا عشان خاطر ايه الدنيا تبقى ماشية بشكل مظبوط. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن 105 مليون و250 ألف نسمة، ده الرقم مشاهدينا اللي أعلنته الساعة السكانية الموجودة في أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وهو الرقم الخاص بعدد سكان مصر بالداخل بزيادة تقدر ب 250 ألف نسمة خلال كم يوم؟ 57 يوم فقط، شهرين إلى 3 أيام. سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة في 3 يونيو الماضي. محافظة القاهرة كانت على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان ب 10 مليون و300 ألف نسمة، يليها على طول محافظة الجيزة في المرتبة الثانية ب 9 مليون و500 ألف نسمة، بعديها أو ثالث تصنيف يعني المرحلة الثالثة الشرقية ب 7 مليون و900 ألف نسمة. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا عبر الهاتف دكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقا. يا دكتور عاطف صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ رامي، صباح الخير لكل المشاهدين. يعني دكتور عاطف، قراءة حضرتك ايه لهذا الرقم ودور الجهات المعنية وجهودها في الزيادة السكانية؟ واحنا بنتابع دلوقتي وبنشوف ان المعدل الطبيعي للزيادة السكانية يعني اصبح ان في زيادة نوعا ما، بتقرأ ازاي من متابعة حضرتك؟ يعني الارقام لوحدها الارقام لوحدها مجردة بتشير الى مشكلة، ولكن لا تشرح ولا تظهر المشكلة بجميع جوانبها. بمعنى ان هناك زيادة سكانية سنوية موجودة بالعدد، إنما لما نيجي نترجم هذه الأعداد إلى معدلات بنلاقي الوضع يختلف شوية. بمعنى إيه برضه؟ بمعنى إن أنا وأنا بتحرك دلوقتي، يعني لما بتابع الجهود اللي بتبذلها الدولة في الوقت الحالي، بكتشف إنه هناك مناطق تزيد فيها معدلات الإنجاب وهناك مناطق تنخفض فيها معدلات الإنجاب. يعني بمعدل المواليد السنوي اللي بيطلع او بيظهره الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيقول ان هناك انخفاض سنوي، ولكن المشكله انه ليس بالدرجه التي تخطط لها الدوله. الدوله مرتبطه ب 2030، الدوله زيها زي دول العالم كلها عامله خطط. اعتقد ان رئيس الجمهوريه فخامة رئيس الجمهورية يعني أعلن قبل كده رؤية مصر 2030، واللي بتنبثق منها خطط كتيرة، ممكن جزء منها أو خطة منها هي خطة السكان، خطة استراتيجية للسكان، واللي امبارح تنظيم الأسرة بمنتهى البساطة دكتور عاطف. يعني تنظيم الأسرة، بس مش عايز إن أنا أقول إن هو يقدر يكفي لوحده، تنظيم الأسرة والتنمية. مزبوط. بمعنى برضو علشان اكون واضح، ان الاماكن التي فيها معدلات الاميه منتشره هي نفس المناطق اللي فيها معدلات الانجاب عاليه. دلوقتي البنات، دلوقتي بقى اكيد ان تعليم البنات الى اقصى مدى، يعني نقول مستوى الجامعي، بيقلل من معدلات الانجاب، فاصبح الاستثمار في التعليم له آثار بعد كده على الإنجاب. في نفس الوقت لازم نعرف أن في بعض المناطق موجودة في مصر أصبحت فيها معدلات إنجابية تكاد تتماثل مع أوروبا. عندي بورسعيد وعندي اسكندرية وعندي مناطق حضرية كتير منها في القاهرة كلها، يعني نقول إيه علشان نقول إيه السبب، نقول إيه سيداتها مسيطرين على الموقف، عارفين هم عايزين إيه، عارفين هم عايزين كم صفر. طب ما ده يخليني اسالك يا دكتور عاطف برضو، يعني ايه اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نوصل للمعدل الطبيعي للزياده السكانيه؟ الاستهداف ولا مركزيه. يعني برضو اهل مكه ادرى بشعب. احنا عندنا في سوهاج مثال واضح. يعني عندنا سوهاج وسوهاج وقنا، الفقر وقنا واسيوط، الفقر فيهم مرتفع، ان معدل الفقر والاحتياج الى جهود نقول ايه متكامله من ناحيه الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه والحاله الصحيه. سوهاج ما ينفع لسوهاج، والمفروض تفصيل خطط لسوهاج. واعتقد ان ده توجه الدوله لفترات طويله، بس هو لا يستمر،
حياة كريمة في الوقت الحالي أعتقد أنه يكون له توابع وأثار إيجابية في المستقبل، لأنه برضو من أحد البرامج المتكاملة اللي بتتعامل مع البنية الأساسية التوعية والبشر. التوعية مهم جدا، وأن أنا أنشر خدمات تنظيم الأسرة وخليها متاحة لكل السيدات مهم جدا. لازم أعمل رسائل، يعني حضرتك في بعض الأحيان بيتعمل رسائل في التلفزيون وتوعية وبرامج للتوجيه، إنما لازالت هناك طريقة مخاطبة أو رسائل لابد من تفصيلها على قد أهل الصعيد برضو، يعني المناطق الأكثر إنجاما لابد أنا أتعامل معها يعني أفهم من كلام حضرتك دكتور عاطف أخيرا أن كل محافظة أو كل منطقة ليها استراتيجية وفكر صحيح. في التعامل للتأثير ده صحيح وده مش نقول مش فكرة جديدة، هو اللامركزية أجيال ندت بيها، والحكومة بقدر الإمكان بتحاول أنها تخطط لامركزية، وده برضو بيفكرنا بدور المحافظ، دور لجان المحافظ، دور لجان اللجان الإقليمية للسكان والتنمية. يعني هناك هياكل موجودة، هياكل إدارية موجودة، وهناك شخصيات موجودين هناك، مش ناقص غير بس يتحملوا المسؤولية. دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لازم يتعظم تحت، ويبدأوا يفكروا في الاحتياجات، سد الاحتياجات اللي موجودة في الأماكن المختلفة، والمتابعة. وإحنا عندنا فكرة، إحنا محظوظين إن إحنا بنسجل، يعني بنقيس بمسوحات منتظمة مدى التقدم، والمسح الأخير في 2021 له مؤشرات يعني أشارت إلى بعض الفجوات اللي موجودة في الأماكن المحددة. برضو نقطة أخيرة قبل ما نقفل، امبارح معالي وزير الصحة أطلق أو يعني أدى بيان نقول إيه الإعلان عن عقد المؤتمر السكان والصحة والتنمية في سبتمبر، ودي نقطة مهمة جدا انها دلوقتي برضو بتحاول انها تتكامل، تخلي الملفات دي بتقدمها للجمهور وللقيادات السياسية بشكل متكامل، وفي نفس الوقت منفتح على العالم، وفي خبرة هيجوا علشان برضو نتبادل معهم الدروس المستفادة والبرامج اللي ممكن بالتأكيد تكون هتساعد على نتائج بالتأكيد. على الحصول على نتائج سريعة. والمسؤولية هنا تحملها مشترك ما بين الجهات المعنية والمواطن، لنكون متفقين. دكتور عاطف الشتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، صباح الخير على حضرتك ونورتنا في هذا الصباح.